كل مره بعمل فيديو عشان افيد الناس. المره دي من كتر ما لقيت العيان اللي معايا مذاكر قلت هو اللي يعمل الفيديو. اي خدمه يا عم محي. ازيك يا عم محي؟ عامل ايه؟ ربنا يكرمك ويبارك فيك. حلو حلوه الحلقات، مفيده بجد. انا حاسس ان انت مستفيد قوي والله، مستفيده جدا. وما تنش يعني ما تخلي اللي بيعرفش حاجه يعرف تدي خلفيه عن العلاج وعن كيف يحس بالمرض وعن كيف ان يعالجه وعن كيف ان يروح لحد مثلا دكتور تاني ممكن مثلا ما يوصلش اللي هو سامعه. صح. فممكن يعرضه مثلا يقول له انا عندي كذا كذا ومحس بكذا كذا كذا كذا. صح. يعني مثقف ومنور فعلا، يعني مش اي كلام. ايوه صح. ولا مش مجامله، دي الحقيقه. ايوه صح. يعني بتفيد الحلقات يعني. ايوه بتفيد طبعا. الحمد لله. طب بتفيد كويس طبعا. ممتاز ممتاز. ايوه ده اكيد. طب قول لي على كم معلومه استفدتهم. استفدت على اني في حاله دقات القلب ممكن الواحد يكون مثلا يعاني من دهونه او وزن زياده او مدخن زيك كده. زي صح كده. صح. ايوه انت جاي النهارده عشان كده، عشان التدخين عمل انا جاي سريع. عشان انا اصلا لما نج ولما اتعب انا اصلا اللي حاسس بيه ان دقات قلب سريعه. قلت لازم اوصل دكتور رامي عشان يشوف لي دقات قلب سريعه عندنا. عديتها؟ ايوه عديتها، لقيت حوالي من 95 100 103. شوف العيان المذاكر عارف دقات قلبه كام في الدقيقه، مش سريعه وخلاص. ايوه ما انا جايب مقاس ضغط وعارفه وموجود عندك يا واد يا مذاكر. هو ده الكلام صح. وطبعا عارف انك انت سجلت مع ناس من السعوديه وناس من فلسطين وناس من اليمن. صح. وناس ما شاء الله يعني كتير هنا ما شاء الله. احنا لحد الساعه 4 الفجر. إيه؟ ايوه ومعاه تليفون زي تليفونك. ايوه صحيح صحيح كده. هو جاب له لاب كبير كده جابوا لي محمود عشان مع الواحد يشوف مظبوط كويس. طب فمقول ده ممكن الساعه 1 والساعه 2 وانا متابع الفيديوهات بتاعتك كلها. الحمد لله انك كنت استفدت. ايوه وفي فيديوهات مثلا 46 دقيقه 45 دقيقه اللي فيها ناس بتتصل، دي كله زي ما اسمع كله. يا سيدي يا سيدي كويس. هتبطل سجاير؟ ان شاء الله. تقول ايه نصيحه؟ تقول ايه نصيحه للي بيدخن؟ اقول لي واحد ما يدخن يبعد عن التدخين. صحيح. وما يولفش على التدخين. والتدخين ما منوش منفعة، هو ضرر الدنيا كلها من التدخين. صح. ده النصيحة اللي انا اقولها. هو اللي صار على القلب، هو اللي تعب. ايوه بقول لك يعني شوف انا اللي عندي ضغط ولا عندي سكر ولا عندي شيء كده. كل دي ما عنديش حاجة منه. صح. اللي هو عندي انا طلوع دقات القلب. صح. ودي سببها التدخين. صح. صح؟ صح. اما تبطل تشرب كتير تلاقيها سرعت. ايوه. اما تخف تلاقيها هديت. وزن كويس، ضغط كويس، سكر كويس. سلام. اللي خلى دقات البناية جت هو الدخان. يا سلام مذاكر قوي. الله والله فرحان حبيبي يا حاج محي. ربنا يكرمك. تشرفنا بيك يا حاج محي، تشرفنا بيك يا ام محمود. ربنا يبارك عليك ويجيبك بالسلامه ان شاء الله. حلوه الحلقه دي، نزحها دي براحتك، هتتضاف للسلسله خلاص. هتبقى ليك اتفرج على نفسك في رعايه الله. براحتك. تحياتنا ليكم على الف سلامه.